بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو اللي فات احنا كنا ضفنا اللي احنا خلينا الراوتر بتاعنا بيوزع دي اتش تي بي اي بي على الاستيشن بتاعنا للاجهزه بتاعتنا، ومن خلال الاكسس بوينت طبعا كلهم شايفين بعض ويعرفوا يعملوا كوميونيكيت مع بعض، وان احنا كنا شغالين على فيلان واحده اللي هو الفيلان واحد على السويتش عادي جدا، ما غيرناش اي حاجه على السبنت اللي هي 192.168.1.0. في الفيديو ده ان شاء الله هنضيف سبنت تانية، هيبقى في سبنت تانية الناحية التانية في الراوتر بتوزع ايبات مختلفة، ومن خلالها هيبقى الأجهزة بتاعتها تبقى واخدة ايبات مختلفة وبتعرف برضو تعمل كوميونيكيت مع الأجهزة بتاعت السبنت اللي هي 192.168.1.0 بتاعتنا. فبكل بساطة احنا أول حاجة هنعملها ممكن نجيب الراوتر بتاعنا هنا بس في الأول، وهو طبعا هنا السبنت بتاعتنا بالمنظر ده. هنضيف سويتش عندنا، نبدأ نضيف سويتش عندنا تاني عشان السبنت التانية. طبعا احنا ممكن نعمل حاجة تانية، راوتر ميستيك مثلا، نخلي البورتش دوت بيبقى عليه كذا اي بي، ونعمل هنا اتنين فيلان ونخليهم الاتنين فيلان كل واحدة بتوزع ايبيات مختلفة، وكل اكسس بوينت مثلا نخليها لفيلان معينة. بس احنا مش هنعمل كده دلوقتي، احنا هنخلي الموضوع بسيط الاول خالص. هنخلي عندنا في سويتش عادي جدا، وفي السويتش دوت عليه واصل اكسس بوينت، برضو نفس الكلام في اكسس بوينت واصل على السويتش بتاعنا، والاكسس بوينت دوت هيبقى عليه واصل مثلا هنفترض هو جهاز واحد دلوقتي موجود عندنا. جميل، نبدأ نوصل الكابلات بتاعتنا. فطبعا عندنا البورت ده نوصله كده هو عادي جدا، ونوصل الاكسس بوينت بالسويتش بتاعنا. فأول حاجة هنعملها زي ما عملنا قبل كده، هنيجي على الراوتر بتاعنا، هنعمل على الراوتر نديله اي بي للبورت اللي هو الجيجا 001، هنقول له انترفيس جيجا 001، هنقول لك انت الاي بي بتاعك، اي بي ادرس بتاعك 192.168، هنفترض 2.1، والماسك بتاعك برضو على 24 عادي جدا. هنقول له نو شوت داون عشان يشتغل، ونقول له دو رايت. جميل قوي. خلينا نعمل ال دي اتش تي بي برضو بالمرة عشان الفيديو ما ياخدش مننا وقت كتير. فهنقول هنا هو طبعا اي بي دي اتش تي بي بول دوت، هنسميها مثلا تيست 2، هنسميها مثلا البول بتاعتنا تيست 2، وهنقول النتورك بتاعتك يا تيست 2 انت 192.168.2.0، والماسك بتاعك 255.255.255.0 عادي جدا. وهنقول الديفولت جيت واي بتاعك او الديفولت راوتر بتاعك اللي هو 192.168.2.1 اللي هو الاي بي بتاع الموجود عندي، والدوت الديفولت راوتر بتاعه، والدي ان اس برضه لو احنا عايزين دي نعمل دي ان اس نقول اللي هو عادي جدا، نقول له دو رايت. عشان برضو نبقى كاتبين وعارفين، نبقى نيجي هنا اهو عادي جدا نقول دوت 192.168.2.1 على 24 دوت الاي بي بتاع الانترفيس ديت. وطبعا احنا عشان نبقى عارفين برضو اللي احنا هنا بنتكلم في السبنت 192.168.2.0 على 24 ديت النتورك بتاعتنا، دي النتورك بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها في الجزء دوت. جميل، دي اول خطوة. تاني خطوة هنيجي على الاكسس بوينت. الاكسس بوينت طبعا زي ما احنا عارفين هنعمل الكونفيجريشن بتاعتها، الاسم بتاعها ممكن نسميه اكسس بوينت 2 مثلا، ونيجي على البورت عادي جدا. الاس اي دي مثلا انا هناك كنت عامل اس اي دي اسمها تيست، هنا هنسميها تيست 2، الاس اي دي بتاعتنا اسمها تيست 2. ده كل حاجة هنعملها على الاكسس بوينت، وهنقفل على كده. هنيجي بالنسبة للجهاز بتاعنا اللي احنا هيوصل على النتورك اللي هي 2.0، مش هيوصل على 1.0. فطبعا اول حاجة احنا بنعملها على الجهاز بنقفله ونشيل النكاية بتاعت الكابل الايثرنت، ونوصل اي واحدة بتسبورت وايرلس، ديت بتسبورت وايرلس عندنا، فنوصلها ونشغل الجهاز تاني. بعد كده نخش على الكونفيجريشن، والاسم طبعا لو عايزين نغيره احنا هنسيبها دي اتش سي بي عادي جدا عشان يسحب دي اتش سي بي من الجهاز اللي موجود عندنا. وهنيجي هنا طبعا هو لسه لحد دلوقتي مفيش اي حاجة ولا سحب اي حاجة، لان احنا لسه معرفناش الجهاز دوت انت تبع ايه.
فانا دلوقتي لو انا جيت على الجهاز ده، لو مثلا جيت على الجهاز ده وقلت له انت دلوقتي يا عم انت تبع تيست، مش تبع تيست 1 اللي احنا الجديد عملناها، احنا تبع تيست اللي هي القديمه اللي عندنا دي عملناها كده اهو. هو دلوقتي واخد ابيبا، طبعا هو واخد دلوقتي خلاص، هو عمل كونكت على الاس اس اي دي، او عمل كونكت على الاكسس بوينت اللي بتسبورت الاس اس اي دي اللي هي تيست طبعا دي، واخد اي بي من الرينج بتاع اللي هو ده عادي جدا، واخد الجيت واي بتاعه ده. لكن انا دلوقتي لا، انا مش عايزها على تيست، انا عايزها على تيست 2، انا عايزها على تيست 2. نكتب تيست 2 ونستنى شويه. طبعا هو فصل على طول الكونكشن بعديه وعمل كونكت مع ديت، والاي بي اتغير بقى، اخد 2 2 عندنا هنا، ولو بصينا على الجيت واي بتاعه لقى 2 1. فاحنا دلوقتي عندنا الاكسس بوينت ديت بتعمل اس اس اي دي اسمه تيست 2، ديت الاكسس بوينت دي بتطلع اس اس اي دي اسمها تيست 2، والجهاز بتاعنا ده اخد من دي اتش سي بي، لو بصينا كده اللي هياخد اي بي 2.2، اخد اي بي 2.2. ممكن نكتب هنا برضو اللي الاي بي بتاعه 192.168.2.2 على الـ24، ده كده اخد من الرينج اللي هو بتاعنا اللي هو 2.2. جميل، ده كده بالنسبة للجهاز ده. لو جينا على الجهاز الجديد اللي احنا عملنا عليه كونفيجريشن دوت، وبصينا كده وقلنا نحاول نوصل للجيت واي بتاعه 192.168.2.1، طبعا هيوصل للجيت واي بتاعه عادي جدا. طب لو احنا عايزين نوصل للجيت واي التاني، لان الراوتر عندنا واصل بعض، في راوتنج بين البورتات الموجودة، فأقدر أوصل عادي جدا للجيت واي التاني اللي هو البورت اللي موجود الناحية التانية. طب أنا عايز أوصل لواحد من الأجهزة دوت، مثلا لو افترضنا 1.2 أنا أقدر أوصل له عادي جدا، وبرضه نفس الكلام لـ3 أقدر أوصل له عادي جدا. فأنا بكده قدرت أعمل اس اس اي دي تانية بسبنت مختلفة، بياخد دي اتش سي بي من الراوتر اللي عندنا، الأجهزة بتاخد، وأعرف أعمل كوميونيكيت بين التو سبنت المختلفين اللي موجودين عندنا، يقدروا يوصلوا لبعض من خلال كل واحد بيوصل للأكسس بوينت اللي على الاس اي دي اللي هو عايزها، وبعد كده بيوصل للسويتش اللي بيعمل كوليكت الأكسس بوينت ديت، وبعد كده بيبدأ يوصل للراوتر، والراوتر يعرف يقدر يروت بينهم ويوصلوا لبعض عادي جدا. ده كان فيديو النهاردة، فيديو بسيط ازاي نعمل كونفيجريشن الاكسس بوينت من خلال الباكت تريسر بوجود الدي اتش سي بي، بوجود كذا سبنت مختلفة، ويعرفوا يعملوا كوميونيكيت مع بعض عادي جدا. اتمنى يكون فيديو بسيط وسريع وناس استفادت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.